النهاردة هعمل لكم ريفيو عن كتاب التلوين بتاع شركة سبيس اللي هو كولر مي. انا لسه جايباه من فيرجن ميجا ستور. تمام، ده شكل العلبة، ده شكل العلبة بتاعتهم، دي من قدام، ده العلبة من ورا. هي فيها 60 رسمة و12 قلم ألوان وفريم عشان تحطي فيه الصورة اللي تعجبك. تمام، شوف بقى محتويات العلبة من جوه. ده الفريم، ده شكله من قدام، ده شكله من ورا عشان تحطي كده. وده دي الأقلام بتاعت التلوين، هما 12 لون. وآخر حاجة هنا عاملين حاجة حلوة قوي، عاملين رسومات بالأبيض ورسومات بالاسود للي حابب كده واللي حابب كده برضو، فدي حاجة لذيذة جدا، واتمنى يكون الريفيو عجبكم.